القضيه بالمحكمه التجاريه بدار البيضاء ورئيسه الجمعيه المغربيه لنساء القضيات. وبهذه الصفه نظمنا اليوم 9 مارس احتفالا باليوم العالمي للمراه بالمحكمه التجاريه بدار البيضاء. في هذا اليوم حاولنا الاحتفال بالمراه القاضيه وعلى الجهودات التي تبذلها. ثم هذا خلال هذا الحفل ايضا قمنا بتكريم مجموعه من الموظفات في هذه المحكمه، ونتمنى للمراه في جميع المجالات مزيد من التوفيق والنجاح. اكيد ان المراه المغربيه تبثت الجداره ديالها في شتى المجالات، وهي قادره على انها تعطي المزيد والمزيد. كنقول لها الله يوفقك، ونتمنى انها تربينا هذه الجيل الصاعد احسن تربيه، لانهم هما المستقبل ديالها.